قوليلي بقى انت اشمعنى جايه بدري عن العروسه كده؟ عشان اخلص بدري عشان ابقى جنبها. شكلكم كده صحاب من زمان. صحاب من ابتدائي ده عمر. كمان بس انا عايزه اطلع حلوه. انتي اخر اصلا من الحاجه. سامحني العروسه ده. تمام يا حبيبي ماشي. هاي سامحني ازيك؟ ازيك يا قلبي عامله ايه؟ الله يسلمك. انت هنا؟ قلت اعملها لك مفاجأة عشان خاطر اكون معاك عشان ما تكونيش لوحدك. انا لسه مكلماك امبارح اصلا قلت انت مرجعه من ساعتها. قلت اعملها لك مفاجأة. احنا كنا لسه بنتكلم دلوقتي وقالت ان انت يعني صاحبتها من ابتدائي فهي ما حبتش تسيبك لوحدها خالص. طيب تمام انا هستناها بره عيلتها خالص عشان هستناها. كملي كملي. شعري بقى شويه وقاعده بره. لا لا خلاص احنا قربنا ده بصي ما بفنش في العين وما بفطرهوش بس ايه الالوان دي؟ ايه رايك؟ النهارده؟ طب وبعدين يعني قدامك ساعه بعد اسمك مستنيني على لا 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 خلاص خلاص قربنا على طول والله اهو. ايه لا لا هي عشان عروسها متوتره كده. مالك بس زعلانه ليه يا عروسه؟ لا والله مش زعلانه بس انا مكلمها امبارح وقالت لي ان هي حاجزه عند ميك اب ارتست الثانيه ما قالتليش ان هي جايه عندي وفضلت ارن عليها قبل ما انزل ما ردتش عليا عشان اجيبها معايا وكده فانا استغربت يعني. لا هي ممكن تكون بس يعني ايه عايزه تعملها لك مفاجاه مش اكتر. ايوه هي مش ممكن هي اكيد بدليل ان هي والله قبل ما اشتغل معاكي هي قالت لي كده. ممكن برضه قولي لي طيب في حاجه في دماغك معينه في الميك اب؟ لا جايه لك بس قلت كمان ساعه واثقه فيك. قولي لي بقى انت لون الدرس بتاعك ايه؟ ليفي بلو. في لوك معين في دماغك انت عايزاه؟ عايزه لوك سيمبل كده هادي.